ماشي، حس ما تسيبه روح يا كابتن، ده بينام على نفسه حاضر والله. والله بالظبط 5 دقايق وحتى 6 دقايق اول مره هخلص الحلقه في ميعادها، اول مره في تاريخ سهره معاها هخلص الحلقه في ميعادها. طيب خلينا نروح نشوف لاعبي النادي الاهلي ماذا قالوا عن محمد محمود، ونرجع ناخد بقى شويه تويتات كده برضو، وبعد كده نختم الحلقه زي ما حضراتكم عايزين بالظبط الساعه 1 بالظبط هتلاقوني ختمت الحلقه. نطلع نشوف ماذا قال لاعبي النادي الاهلي عن محمد محمود. محمد محمود طبعا بتمنى له ان شاء الله يشوف الملعب قريب ان شاء الله باذن الله كده، وبدا ينزل الحمد لله، وبقول له الحمد لله على السلامه. ومحمد محمود طبعا اللعيبه اللي انا بحبها واحب العب معاه، طبعا لعيب كبير جدا وهيبقى ليه شان ان شاء الله الفتره الجايه في النادي يعني ان شاء الله. حتى بيتمرن هو بيأهل بره، انا كنت بتابعه على طول وبيتأهل، من اللعيبه اللي هي اللذيذه وخفه دمها جميل على طول، وعلى طول بيضحك وابتسم، واول ما الاصابه جات له اصلا هو كان عادي مفيش يعني، كان عنده قوه بسم الله ما شاء الله يعني. بتمنى له ان شاء الله اشوفه في الملعب قريب ان شاء الله. محمد محمود الحمد لله ان هو رجع لنا بالسلامه، اخويا وحبيبي وربنا يكرمه ويوفقه ويرجع لنا يعمل الاضافه اللي احنا مستنيينها منه، ان هو موجود، ان هو برده لما حظه كان وحش لما انضم لينا. عارفين ان هو لعيب كبير ولعيب مهم وهيعمل اضافه لينا، احنا مستنيين منه الاضافه دي، مستنيين منه الاداء ويرجع لمستواه الطبيعي واحده واحده، وان شاء الله ربنا يكرمه، واحنا منتظرينه وجمهور النادي الاهلي كله منتظر. هو على طول بياكل، هو كنت انا وهو سعد على طول في المانيا، سعد كان بيعاني مننا احنا الاثنين، انا على طول بناكل وهو سعد بياكل سلطه بس. بس حابب اقول له الحمد لله على السلامه عوده حميده، يا رب تبقى اخر الاصابات، ما بقاش في حاجه تاني، كل اللي جاي يبقى ليه خير وسعاده ان شاء الله. بنتمنى يا رب التوفيق، يرجع يبقى احسن من الاول، يبقى في وسط منتخبه وفي وسط النادي بتاعه ويعمل تاريخ كبير. وهو على مستوى الشخص طبعا شخصيه محترمه جدا، انسان متواضع محبوب في وسط الفرقه كلها، فبتمنى له كل التوفيق يا رب كده يرجع يقف على رجله احسن من الاول. وهو الحمد لله بقى في وسط الفرقه دلوقتي بيتمرن بشكل كويس، عندنا ماتش ود بكره هيبقى موجود ان شاء الله، فرجع ما بقاش في حاجه والحمد لله بقى كويس. وبتمنى له رب التوفيق كده في اللي جاي ليه ويحقق كل نفسه فيه ان شاء الله. كل ده اكل بتاكلوه انت وكريم؟ سايبين سعد ياكل السلطه؟